رغم أنها الدورة 19 لحفل توزيع جوائز الموركس دور الذي يقام سنوياً في لبنان، إلا أن الكثير اعتبرها أسوأ دورة من ناحية التنظيم. سيطرت الفوضى على الحدث الفني الأهم في لبنان سواء على الريد كاربت أو على المسرح. بداية الفوضى كانت من الخارج عند وصول النجوم والمشاهير، وانقلبت الريد كاربت إلى ساحة قتال مع وصول الممثلين الأتراك جون يامان وديميت، وتهافتت عليهم الصحافة، ما أدى إلى استياء عدد كبير من النجوم الذين كانوا متواجدين في تلك اللحظة وتم تجاهلهم. أما على المسرح فكانت الأخطاء بالجملة، وانتشرت الكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أبرز الانتقادات وجهت لمقدمي الحفل بسبب أخطائهم في القراءة وكثرة المقاطعات للمكرمين خلال إلقاء كلمته. وخلال تكريم الفنانة أنغام كان مفترض أن يصعد السفير المصري للمسرح ويسلمها الجائزة، وهو لم يحدث. نطلب من سعادة السفير المصري يتفضل على المسرح. والممثلة ورد الخيال التي كرمت هذا العام لأول مرة في الموركس دور أرادت أن تقول كلمة، لكنها لم تتمكن بسبب مقاطعة المذيع لها، في حين أخذ الممثل التركي جون يامان وقتا طويلا ولم يقطعه أحد. شكرا جزيلا جميعا لمشاهدتنا. شكرا.